بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. معاكم ميرفت ياقوت، ادمن جروب كروشيه الاميره. النهارده ان شاء الله هشتغل معاكي طريقه عمل مفرش مربع شكله حلو جدا وغرزه جميل. المفرش ده في عروسه طلبته مني عشان عايزه تعمله للنيش، فانا النهارده ان شاء الله هنفذه معاكم. اما المفرش البيضاوي اللي كنت قلت لكم عليه على الفيس هيبقى بعد ده باذن الله على طول. المفرش جميل وغرزه سهلة وبسيطة، وانتي تقدري تعتبريه كمفرش لنيش لترابيزة زي ما انتي عايزة كومودينو، وكمان ممكن تعمليه خددية، يعني هو مربع كده وجميل ويتعمل خددية. تعمليه وحدات، تعتبريه وحدة وتعمليه مفرش وحدات. هو سهل جدا تشبيكه بغرز البيكو اللي في اخر السطر ده، فانتي ممكن تعمليه مفرش سفرة مفرش سرير، وحدة كبيرة وسهلة، ومع تكرار الوحدات بتحفظيها وان شاء الله تلاقيها سهلة عليكي. انا هنا اشتغلت المفرش ده بخيط روما، والخيط ده تقليد لإليز جيفا، وكمان رخيص عنه بكتير، نفس الفتلة كده تقريبا بس ارخص كمان منه. يعني المفرش ده اخد مني 65 جرام من الخيط، يعني انت ممكن بشلتين تعملي 3 مفارش، والشلة تقريبا ب16 او ب17 جنيه. القطر بتاعه، الضلع بتاعه، طول الضلع بتاعه 30 سنتي، طبعا هو مربع فكل ضلع منه 30 سنتي. اخد مني زي ما قلت لك كده 65 جرام من الخيط، واشتغلته بابره مقاس 0 الستانلس. يلا بينا نبدا مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتيش في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا على بركه الله. نبدأ بسم الله. المفرش هنا عبارة عن جزء واحد وبتكرر معاكي 4 مرات، بس هنا المفرش بادئ من نص الجزء الأول زي ما انتي شايفة كده، ارتفاع السلاسل اهو ده نص الجزء، وبنيجي في الآخر نشتغل بقية الجزء، وبكده بيبقى اكتمل معانا الجزء الأول. فأنا هنا عشان ما تتلخبطيش وترجعي تعيدي في الفيديو عشان تفتكري نص الجزء كان عبارة عن ايه، هشتغل معاكي نص جزء وهشتغل معاكي الجزء كامل عشان اقول لك تكرري من اول فين لحد فين في كل سطر، وبكده يبقى التكرار سهل عليكي وما فيهوش اي حاجه، ولا تقعدي تعيدي في الفيديو ولا اي حاجه. تمام، يلا بينا نبدا ان شاء الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بتعملي عقده البدايه بالطريقه اللي انت متعوده عليها، وهتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هتدخلي جوه اول سلسلة اشتغلتيها وتقفليه بمنسلقة، يعني بتدخلي الابرة جوه السلسلة وبتسحبي الخيط وبتعدي من على اللفتين اللي على الابرة كده بسحبة واحدة كده، انت قفلتي حلقة البداية اللي هتشتغلي جوه. السطر الاول هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بتعتبريهم اول عمود، يعني بنعدهم عمود، وهتشتغلي بعدهم سلسلة، والسلسلة دي هتبقى فرق بين العمود والعمود اللي بعده. السطر الاول عندك عبارة عن 12 عمود سلسلة، انت كده تعتبري اشتغلتي اول عمود سلسلة منهم، فهتاخدي لفة على الابرة وهتدخلي جوه الحلقة وتكوني واخدة الخيط كده تحت الشغل وانت شغالة عشان تقفليه بالمرة، وهتشتغلي 11 عمود سلسلة، والعمود هنا بلف، يعني بتاخدي عدد لفاته على مرتين كل لفتين مع بعض، وبعده بتشتغلي سلسلة كده. انت اشتغلتي اول عمود، هتشتغلي التاني وسلسلة، والتالت سلسلة، الرابع سلسلة كده، 5 وسلسلة، 6 7 8 9 10، وما تنسيش ما بين كل عمود وعمود عندك سلسلة. هتعدي كده من تحت لفوق، هتعدي سلسلة 2، وعلى تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع هتقفليه بمنسلقة، وهنا هتقصي بقى الخيط، احنا كده كده مقفلينه تحت الشغل. ده كده السطر الاول معاكي. هتعدي برضو عدد الاعمدة عشان تتأكدي، عشان بعد كده اضلاع المربع تطلع مظبوطة معاكي. هتعدي من اول ال3 سلاسل كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يبقى انت كده عندك 12 عمود سلسلة. بعد كده لما هنشتغل هيطلع معانا الشغل مظبوط باذن الله. السطر التاني، وهنا هيتحول معاكي الدايره دي هتتحول لمربع، وانا هشتغله معاكي كله برضه عشان ما تتلخبطيش، وعشان بعد كده في السطور اللي جايه يبقى الشغل معاكي مظبوط.
احنا هنا هنشتغل 4 أعمدة، فحضرتك دفعي 3 سلاسل، والتلات سلاسل دول بتعتبريهم كأنك اشتغلتش على أول عمود عمود، وهتدخلي جوه السلسلة ما بين العمودين كده، جوه السلسلة اللي ما بين العمودين، وهتشتغلي 2 عمود، فكده بقى عندك 3، واحد وده التاني، على العمود هتشتغلي عليه عمود، يبقى انت كده تعتبري اشتغلتي 4 أعمدة، عمود على عمود، وعمودين جوه السلسلة، وعمود على العمود. هتشتغلي بعدهم سلسلتين، والسلسلتين دول هما الزاوية عندك، هتشتغلي سلسلتين وهتسيبي السلسلة، وعلى أول عمود قبلك هتشتغلي عليه عمود وبعده سلسلتين، فكده دي أول زاوية عندك، ودي اللي هيتحول الشكل الدائري ده لمربع. هتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي السلسلة، إذا ما سبتي السلسلة قبل العمود هتسيبي السلسلة اللي بعد العمود، وهتدخلي تكرري، هتكرري ان انت هتشتغلي 4 أعمدة، عمود على عمود، وعمودين جوه السلسلة، وعمود على العمود، وسلسلتين، وعلى العمود اللي بعد السلسلة هتشتغلي عليه عمود وسلسلتين. فدي كده الزاوية التانية عندك، هتسيبي السلسلة، وعلى أول عمود قبلك هتشتغلي بداية الـ4 أعمدة، اللي هي عمود على عمود، وعمودين جوه السلسلة، واحد اتنين، وعمود على العمود، وسلسلتين، وعلى أول عمود قبلك اللي بعد السلسلة هتشتغلي عمود سلسلتين. ودي كده تالت زاوية عندك، هتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي السلسلة، وعلى أول عمود قبلك هتبدأي تشتغلي الـ4 أعمدة، واحد واتنين جوه السلسلة اللي ما بين العمودين، وبعدين عمود على العمود، وهتشتغلي الزاوية رقم 4 اللي هي سلسلتين، واحد اتنين، وعمود على أول عمود، اللي هو خلاص بقى عندنا آخر عمود، وسلسلتين. يعني الفكرة ان انت هنا سلسلتين بيبقى تحتهم في سلسلة، وهنا برضو سلسلتين، فاضلك آخر سلسلة في الآخر، وهتقفلي السطر، هتعدي كده من تحت لفوق، سلسلة اتنين، وعلى تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تدخلي كده وتقفلي ومنزلق. وده كده شكل السطر التاني عندك، والسطر التاني اتحول معاكي اهو لمربع، عشان احنا عملنا 4 زوايا، وهيبان معاكي في السطر الجاي. السطر التالت هنشتغل فوق الـ4 أعمدة، على كل عمود هتشتغلي عمود، فكده هيبقى عندك برضو 4 أعمدة، هترتفعي 3 سلاسل كأنك اشتغلتي على أول عمود عمود، وهتشتغلي على كل عمود من الـ3 عمود، فهيبقى عندك 4 أعمدة. هنا الزاوية هتزيد معاكي، هتشتغلي سلسلتين، وعلى العمود ده هتشتغلي 3 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين، يعني هتشتغلي عمود على نفس العمود كده، هتشتغلي سلسلتين، وتدخلي على نفس العمود تشتغلي عمود وسلسلتين، وعلى نفس العمود برضو هتشتغلي عمود وبعده سلسلتين. والجزء اللي هيتكرر معاكي هو ده، ان انت هتشتغلي على كل عمود من الـ4 هتشتغلي عليه عمود، فكده هيبقى عندك 4 أعمدة. يبقى اللي هيتكرر معاكي هو الجزء ده، هتشتغلي من اول السلسلتين لحد الـ4 أعمدة بنفس الطريقة كده، فهيبقى عندك 4 زوايا، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. يبقى انت هتكرري من اول فين؟ هتكرري من اول السلسلتين لحد الـ4 أعمدة، وفي الاخر على العمود ده هيبقى عندك الزاوية انا هاجي اعملها معاكي. ده كده الجزء بعد ما كررتي، بقى عندك اهو 3 زوايا، وبقى عندك الـ4 أعمدة، وكده فاضل لنا الزاوية الاخيرة، هتشتغلي سلسلتين، وعلى اخر عمود عندك هتشتغلي عليه عمود سلسلتين، عمود تاني سلسلتين، عمود تالت، وسلسلتين، وهتدخلي كده على تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة. ده كده شكل السطر التالت عندك، والشكل بقى مربع اهو زي ما انت شايفة. السطر الرابع احنا هنا هيبتدي الجزء معانا، يبقى شغالين تقريبا كده في الاخر هنكمل تلت، يعني هنعتبر شغالين التلتين، وبعد كده هنشتغل الزاوية. فانا هشتغل معاكي، وهشتغل معاكي الجزء لحد ما هقولك تكرري فيه.
السطر الرابع هترتفعي 3 سلاسل، والسلاسل التلاتة دول بتعتبريهم عمود. احنا هنا المفروض هيبقى عندنا 10 أعمدة لما بيتكرر معانا، بس احنا هنا في الأول هنشتغل 7 أعمدة، وهنيجي في الآخر نشتغل ال3 أعمدة اللي فاضلين. هتدخلي كده على أول عمود، وهتشتغلي على كل عمود عمود كده، 1 2 3، يبقى كده بقى عندك 4 أعمدة. جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، 1 2، يبقى كده بقى 6. على العمود هتشتغلي عليه عمود. هنا انت هتشتغلي الزاوية، يعني الزاوية عندك هي السلسلتين عمود سلسلتين، بس هتشتغليهم بالطريقة دي. هتشتغلي سلسلتين، وهتدخلي كده على العمود، وهتشتغلي عليه عمود سلسلتين عمود، يعني برضو بتزودي هنا كده، عشان كده الشكل بيزيد معاكي من الزاوية دي. هتشتغلي سلسلتين وعمود، يعني على العمود كررتي نفس ما اشتغلنا تحت، اشتغلتي 3 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. هتشتغلي سلسلتين، والسلسلتين دول هيعدوا من فوق السلسلتين، وهتروحي تبدأي من على تالت عمود تشتغلي 10 أعمدة، أول عمود منهم على العمود، وعمودين جوه السلسلتين، 1 2، وعمود على كل عمود من الأربعة، 1 2 3 4. فكده بقى عندك 7 أعمدة، عمود على العمود وعمودين جوه السلسلتين والأربعة، يبقوا كده 7. فاضل لك 3، هتشتغلي عمودين جوه السلسلتين، وعلى أول عمود من التلاتة هتشتغلي عليه عمود، وهتبتدي تكرري في الجزء ده. هتكرري بقى من أول السلسلتين اللي هما بتوع الزاوية لحد ال10 أعمدة، هتكرري كده، وفي الآخر بعد ما هتشتغلي الزاوية هيبقى عندنا 3 أعمدة هاجي اعملهم معاكي. ده كده شكل السطر الرابع عندك. احنا هنا عندنا السطر ماشي معاكي عبارة عن 4 زوايا، ما بين كل زاوية وزاوية في 10 أعمدة، بس احنا هنا لسه فاضلنا 3 عشان اللي في الأول يكملوا 10. فانت بعد ما اشتغلتي الزاوية واشتغلتي السلسلتين بتوعها هتشتغلي 3 أعمدة، 1 منهم على أول عمود جه قبلك اللي هو العمود التالت تحت، و2 جوه السلسلتين، 1 2. هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفلي بمنزلقة. وده كده شكل السطر الرابع عندك، عبارة عن الجزء اللي اتكرر معاكي من اول ال10 أعمدة لحد اخر سلسلتين في الزاوية، اتكرر معاكي 4 مرات. السطر الخامس، واحنا هنا زي ما قلتلك احنا هنا عندك التلتين بنشتغلهم الاول، وبعد كده بنشتغل الجزء اللي بيتكرر معي. فانت هنا هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتدخلي على كل عمود هتشتغلي عمود على 3 أعمدة، يعني احنا هنا هنشتغل 3 أعمدة والتلات سلاسل يبقوا 4. هتشتغلي عمود وكده التاني وكده التالت، يعتبر كده عندك 4 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين وهتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي عمود، وجوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، 1 2، وعلى العمود هتشتغلي عليه عمود. فكده بقى عندك 4 أعمدة، وهنيجي في اخر السطر نشتغل 4 أعمدة كمان، فكده هيبقى عندنا في كل جزء 3 من ال4 أعمدة. اللي هيتكرر معاكي ابتداء من الجزء اللي جاي ده، هتشتغلي الزاوية اللي هي سلسلتين، وهتشتغلي على العمود عمود وسلسلتين وعمود على نفس العمود، ودي الزاوية اللي قلت لك هتبقى ثابتة معاكي اللي هي بتبقى 3 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين، وعندك هنا السلسلتين متكررين مرتين. هتشتغلي سلسلتين، وعلى العمود هتشتغلي العمود التالت ده اللي كان تحت، هتشتغلي عليه عمود، وهنا هتشتغلي 4 أعمدة، عمود على عمود، عمودين جوه السلسلتين، وعمود على العمود، ودي كده اول 4 أعمدة معاكي. هتشتغلي سلسلتين وهتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتبتدي تشتغلي 4 أعمدة جنب بعض، على كل عمود هتشتغلي عليه عمود، كده 2 3 4، بقى عندك 2 من ال4 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين وهتسيبي عمودين، وكده هتفضل عندك عمود، هتشتغلي عليه عمود اللي هو كان العاشر تحت، هتشتغلي عليه عمود، وهتشتغلي
عمودين جوه السلسلتين، وهتشتغلي عمود على العمود. فكده بقى عندك 4 أعمدة. الجزء اللي هيتكرر معاكي ان انت بعد كده هتشتغلي السلسلتين وهتشتغلي الزاوية، يعني الجزء من اول السلسلتين لحد ال4 أعمدة، وهنيجي في اخر السطر نقفل مع بعض بعد ما اشتغلنا الزاوية. اخر السطر الخامس، بعد ما اشتغلتي ال4 أعمدة هتشتغلي سلسلتين، 1 2، وهتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي بمنظري. وده كده شكل السطر الخامس عندك. مش عندك عبارة عن زاوية وتلاتة من ال4 أعمدة، ما بين كل 4 و4 في سلسلتين، يعني عندك 2 من السلسلتين. السطر السادس هترتفعي 3 سلاسل، ودول بتعتبريهم اول عمود، وهتشتغلي على كل عمود من التلاتة عمود، 1 2 3، يبقى كده يعتبر عندك 4 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين وعلى العمود هتسيبي السلسلتين كده، وعلى اول عمود هتشتغلي عليه عمود وسلسلتين، وهتسيبي عمود 2، وهتشتغلي على تالت عمود اللي هو اخر عمود عندك هتشتغلي عليه عمود. يبقى انت كده عندك 2 من السلسلتين بعد ال4 أعمدة ما بينهم عمود. هنا هتشتغلي برضو 4 أعمدة، اول واحد فيهم كان على اخر عمود، وهتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وهتشتغلي على العمود عمود. يبقى انت كده عندك 4 أعمدة قبل الزاوية. انت اللي هيتكرر معاكي ابتداء من اللي جاي ده، هتشتغلي سلسلتين وهتدخلي على العمود اللي في النص اللي هو بيبقى عندنا الزاوية على طول وبيزيد عندك منها المربع. هتشتغلي الزاوية اللي هي عمود وسلسلتين وعمود على العمود في نفس المكان، وسلسلتين وعمود برضو في نفس المكان، يعني 3 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. هتشتغلي بعدهم سلسلتين، وانت عندك قلت لك التكرار هيبدأ من اول السلسلتين دول. الجزء ده اللي احنا هنشتغل فيه، اللي احنا هنيجي هنا في الاخر ونكمله، يعني احنا بنشتغل زي ما قلت لك كده 2/3 وبنشتغله جزء برضو كامل. فهتشتغلي هنا هتشتغلي على اول عمود اللي هو يعتبر تالت عمود تحت، هتشتغلي عليه بداية ال4 أعمدة، هتشتغلي عليه عمود، وجوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، وعلى العمود عمود. يبقى انت كده اشتغلتي 4 أعمدة بعد الزاوية، عندك 4 أعمدة قبل الزاوية و4 بعدها. هتشتغلي سلسلتين وهتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي عمود وسلسلتين، ومن فوق السلسلتين كده هتعدي وتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود من ال4 دول، هتشتغلي عمود كده 2 3 4، وال4 دول هيبقوا ثابتين معاكي وبعد كده هيزيدوا معاكي. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، والجزء ده هو اللي بيبقى قبل العمود ال4 أعمدة اللي في النص، بيبقى عندك 2 من السلسلتين ما بينهم عمود، وهنا برضو 2 من السلسلتين ما بينهم عمود. فانت هتخطي كده من فوق السلسلتين دول وهتشتغلي عمود، وسلسلتين وعمود، هتسيبي سلسلتين هتسيبي عمودين، وهتشتغلي على التالت بداية ال4 أعمدة. هنا هتدخلي بقى جوه السلسلتين اللي قبل الزاوية وهتشتغلي عمودين، وعلى العمود هتشتغلي عمود، فبقى عندك 4 أعمدة قبل الزاوية. انت الجزء بقى اللي هتكرريه ان انت هتشتغلي السلسلتين والزاوية، وهتكرري كده من اول السلسلتين لحد رابع عمود هتكرري، وفي الاخر هنيجي نقفل مع بعض. ده كده شكل السطر السادس عندك. اخر السطر، بعد ما اشتغلتي العمود هتشتغلي سلسلتين وهتعدي من فوق السلسلتين، وهتعدي من سلاسل الارتفاع، 1 2، وجوه التالتة هتشتغلي منصرقة تقفلي بيها السطر. ده كده شكل السطر السادس عندك، مظبوطة اهو معايا. السطر السابع، احنا هنا هيبقى عندنا في النص 10 أعمدة، فانت هتشتغلي في الاول 7 وهنيجي نكملهم ب3 في الاخر. السطر السابع هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم اول عمود، وهتدخلي على ال3 أعمدة تشتغلي على كل عمود عمود.
كده بقى عندك 4 أعمدة. هتشتغلي على السلسلتين، السلسلتين دول هتشتغلي عليهم عمودين، واحد اتنين، وعلى العمود هتشتغلي عليه عمود. فكده انت بقى عندك 7 أعمدة، وهنيجي في اخر السطر نشتغل 3 أعمدة، فهيبقوا 10. هتشتغلي سلسلتين وهتعدي من فوق السلسلتين وتشتغلي على اول عمود، هتشتغلي عليه عمود وسلسلتين، وهتسيبي عمود اتنين، وعلى التالت هتبتدي تشتغلي اول عمود من ال4 أعمدة اللي هيبقوا قبل الزاوية. ده هيبقى كده الشكل عندك. اشتغلتي اول عمود، هتشتغلي على السلسلتين بتوع الزاوية اللي تحت، هتشتغلي عليهم عمودين، وبعدين هتشتغلي عمود على العمود. فكده بقى عندك 4 أعمدة. اللي هيتكرر معاكي من اول الجزء اللي جاي ده، هتشتغلي سلسلتين، واحد اتنين، وهتشتغلي الزاوية، يعني هتشتغلي على العمود اللي في النص ده 3 أعمدة، ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. كده اشتغلتي عمود، هتشتغلي سلسلتين في نفس المكان، هتشتغلي التاني وسلسلتين والتالت وسلسلتين، واللي هيكرر معاكي قلنا من اول السلسلتين دول عشان ما تنسيش. بعد الزاوية بيبقى عندك 4 أعمدة، اول عمود منهم على العمود التالت للزاوية اللي تحت، واتنين جوه السلسلتين، يبقوا كده 3، الرابع على اول عمود هيقابلك. هتشتغلي بعدهم سلسلتين، هتسيبي عمود اتنين، وعلى التالت هتشتغلي عمود وسلسلتين، وهتسيبي السلسلتين، وعلى اول عمود هيقابلك هتبتدي تشتغلي اول عمود من ال10. يعني انت كده عندك الزاوية، وبعدها في 4 أعمدة، وفي سلسلتين عمود سلسلتين، يعني السلسلتين متكررين مرتين قبل ال10 أعمدة وبعد ال10 أعمدة. هنا بداية ال10 أعمدة، هتشتغلي عمود على اول عمود يقابلك، وعمودين جوه السلسلتين، واحد اتنين، وعلى كل عمود من ال4 هتشتغلي عليها عمود. كده واحد اتنين تلاتة اربعة. فكده بقى عندك 7 أعمدة، هتشتغلي عمودين جوه السلسلتين، واحد اتنين، وعمود على اول عمود يقابلك. فكده بقى عندك 10 أعمدة في النص. هتشتغلي هنا زي ما اشتغلتي هنا كده، هتشتغلي سلسلتين وهتعدي من فوق السلسلتين وتروحي على العمود وتشتغلي عليه عمود وسلسلتين، وهتسيبي عمود اتنين، وعلى التالت هتشتغلي 4 أعمدة جنب بعض، اول عمود على العمود وعمودين جوه السلسلتين وعمود على العمود. وهتبتدي بقى تشتغلي بعد كده في الزاوية اللي هي هتبتدي تكرري من اول السلسلتين لحد ال4 أعمدة دول. والجزء عندك زي ما انت شايفه كده، عندك الزاويه وعندك 4 أعمدة سلسلتين عمود سلسلتين و10 أعمدة، وفي بعد ال10 أعمدة عندك سلسلتين عمود سلسلتين 4 أعمدة. فهتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر وهيقفل معي. اخر السطر بعد ما اشتغلتي السلسلتين هتاخدي لفه على الابره وهتدخلي على العمود وهتكملي بال3 أعمدة اللي فاضلين. هتشتغلي على العمود عمود وعلى السلسلتين عمودين، واحد اتنين، وهتدخلي جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تقفليه بمنظرك. وده كده شكل السطر السابع عندك. السطر الثامن هيبقى عندك فوق ال10 أعمدة دول هيبقى عندنا 16 عمود. فاحنا هنا في اول السطر هتشتغلي 10 أعمدة وهتيجي تكملي الستة في الاخر. هترتفعي 3 سلاسل في السطر الثامن، ودول بتعتبريهم اول عمود، وهتشتغلي على كل عمود عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وبال3 سلاسل الارتفاع كده بقى عندك 7 أعمدة. هتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، واحد اتنين، كده بقوا 9. هتشتغلي على العمود عمود، يبقى كده بقى 10 أعمدة، وهنيجي في اخر السطر نشتغل 6 فهيبقوا 16 عمود. باقي الجزء ده هتشتغلي سلسلتين
وهتعدي من فوق سلسلتين وتشتغلي عمود على العمود وسلسلتين، وهتسيبي عمود اتنين وعلى التالت هتشتغلي عمود وسلسلتين، وهتسيبي السلسلتين وتشتغلي على العمود عمود. وهنبدأ نشتغل الزاوية اللي هي سلسلتين، وعلى العمود اللي في النص هتشتغلي عليه 3 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. انت هتشتغلي عليه كده اول عمود وسلسلتين، وتاني عمود وسلسلتين، وتالت عمود. الجزء اللي هيتكرر معاكي المرة دي عشان ما تتلخبطيش، هنكرر من اول العمود بتاع الزاوية، يعني هنكرر من اول ال3 أعمدة دول من اول عمود فيهم، عشان لما هنيجي نعد هنعد ان احنا عندنا بعد ال16 عمود في 4 من السلسلتين وبعدين في العمود، هيبقى 1 2 3 4 وبعدين عندك الزاوية. هنا بقى هتشتغلي زي ما عندك هنا كان 4 من السلسلتين، برضو هيبقى عندك 4 من السلسلتين، فهتشتغلي سلسلتين وهتشتغلي على العمود عمود وسلسلتين، وعلى العمود اول عمود قبلك هتشتغلي عليه عمود وسلسلتين، وعلى هتعدي 1 2 وعلى تالت عمود هتشتغلي عمود وسلسلتين، وهتشتغلي على العمود هتسيبي السلاسل تعدي من فوقيها كده وتشتغلي عمود. فانت كده عندك بعد ال3 أعمدة دول، بعد الجزء اللي كنا شغالين فيه ال3 أعمدة عشان ما تتلخبطيش، عندك 1 2 3 4. انت هتكرري من اول العمود ده. هنا هتبتدي تشتغلي ال16 عمود، فهتدخلي جوه السلسلتين وهتشتغلي عمودين، والعمود ده كده يبقى عندك 3 أعمدة. هتشتغلي على كل عمود من ال10 عمود عشان ما اطولش عليكي. كده انت اشتغلتي على كل عمود من ال10 عمود، فبقى عندك 13 عمود. هتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمودين، وعلى العمود هتشتغلي عمود، فبقى كده عندك في نص المفرش كده في النص كده بقى عندك 16 عمود، وعندك 16 عمود من كل ايه، من كل جنب. بعد كده هتشتغلي سلسلتين وهتسيبي السلسلتين وتشتغلي عمود وسلسلتين، وهتسيبي عمود اتنين وعالتالت عمود وسلسلتين، وعلى السلسلتين هتشتغلي عمود، هتعدي من فوق وتشتغلي على العمود عمود وسلسلتين، وهتبدأي في الزاوية هتشتغلي عليها كده عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود. يبقى الجزء اللي هيتكرر عندك من اول العمود بتاع الزاوية لحد السلسلتين دول هتشتغلي، وهيبقى عندك 1 2 3 4، 4 من الاتنين سلسلة بعد قبل 16 عمود، وبرضو 4 من الاتنين سلسلة بعد 16 عمود. اخر السطر الثامن، بعد ما اشتغلت عمود سلسلتين هتشتغلي عمود على العمود اللي قبل السلسلتين اللي في اخر السطر اللي تحت، وده كده هيبقى اول عمود من ال6 أعمدة اللي هنكمل بيهم ال16 عمود. هتدخلي بعد كده جوه السلسلتين وهتشتغلي عمودين، 1 2، فكده عملتي 3 أعمدة. وعلى كل عمود من ال3 هتشتغلي عمود، 1 2 3، كده يبقى اشتغلتي 6 أعمدة وعندك 10، يبقى كده بقوا 16 عمود. هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي السطر، وده كده شكل الجزء عندك عشان ما تتلخبطيش. لو هتيجي تعدي عدد الاتنين من السلسلة، فانت هتعدي من اول العمود اللي في النص في الزاوية، انت عندك 3 أعمدة، هتعدي من اول تاني عمود هتلاقي عندك 5 من ال2 سلسلة عمود، 1 2 3 4 5، بعدهم في 16 عمود، ونفس الحكاية 1 2 3 4 5، وهتلاقي العمود اللي في النص في الزاوية، وده كده شكل السطر عندك. السطر التاسع هنشتغل بدايته 4 أعمدة، فهيبقى ال4 أعمدة ماشيين كده فوق ال4 أعمدة اللي تحت. هتشتغلي في الأول ارتفاع 3 سلاسل بعد بعضهم عمود، وهتدخلي تشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، كده عمود التاني التالت، وبارتفاع 3 سلاسل بقى كده عندك 4 أعمدة. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتعدي عمود اتنين وعلى التالت هتشتغلي غرزة حشو، و3 سلاسل، 1 2 3،
وعلى تالت عمود هتشتغلي عليه عمود. يبقى كده اشتغلتي 3 سلاسل وسبتي عمودين واشتغلتي حشو وسبتي وتلات سلاسل وسبتي عمودين واشتغلتي عمود. العمود ده اول عمود في 4 اعمدة، فهتدخلي على السلسلتين جوه كده وتشتغلي عليها عمودين، 1 2، وعلى العمود هتشتغلي عليه عمود. فكده بقى عندك 4 اعمدة. هنا هتبتدي تشتغلي سلسلتين عمود، فهتشتغلي في الاول سلسلتين وعمود على العمود، وسلسلتين تانيين وعمود على العمود، وسلسلتين رقم 3 وعمود، وسلسلتين وعمود على العمود اللي في النص اللي هو الزاوية. تمام، فانت كده هتشتغلي الزاوية اللي هي عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، يعني هتشتغلي سلسلتين وعمود على العمود، ده كده تاني عمود، وسلسلتين وعمود على تاني عمود. واحنا كده بدأ معانا التكرار، الجزء اللي بنشتغله في الاول ده نص الجزء. انت هنا التكرار عندك هنبدأ اول مرة دي من اول العمود اللي في النص من الزاوية، عشان لما نيجي نعده يطلع عندنا 5 من ال2 سلسلة، ما نتلخبطش بقى ونقول 4 وبعدين يطلعوا 5. فانت هتكرري من اول العمود ده، تشتغلي بعده بعد ما تشتغلي الزاوية هتشتغلي سلسلتين وعمود على العمود، وسلسلتين وعمود على العمود اللي بعده، وسلسلتين وعمود على العمود اللي بعده، وسلسلتين وعمود على العمود. اول ما تلاقي نفسك على اخر سلسلتين هتشتغلي فوقيهم عمودين. فانت كده لما هتيجي تعدي من العمود اللي في النص كده هتعدي، هتلاقي عندك 1 2 3 4 5، 5 من ال2 سلسلة. بعد العمود ده هتشتغلي 2 عمود جوه السلسلتين اللي كانوا قبل ال16 عمود اللي تحت، وبعدين هتشتغلي عمود على اول عمود منهم. واحنا كده بنكرر الجزء ده، فانت كده بقى عندك 4 اعمدة. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي غرزة حشو، وتلات سلاسل وهتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتبدأي تشتغلي 4 اعمدة جنب بعض، 1 2 3 4. دي كده تاني واحدة من ال4 اعمدة. هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي غرزة حشو، وتلات اعمدة، وهتسيبي 1 2، وعلى التالت هتبدأي تشتغلي 4 اعمدة، عمود على اول عمود، وعمودين جوه السلسلتين، وعمود على اول عمود اللي قبلك. فكده بقى عندك 3 من ال4 اعمدة، ما بين كل 3 و3 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل. تمام، هنا هتبدأي تشتغلي سلسلتين عمود، فهتشتغلي سلسلتين، هتشتغلي بعد كده عمود على العمود، واحنا كده بنكرر، فهتشتغلي سلسلتين، يعني هيبقى عندك هنا 5 من ال2 سلسلة عمود. هتشتغلي بعدها سلسلتين، وهتشتغلي هنا الزاوية بقى، ما تنسيش ان دي الزاوية. هتشتغلي على العمود اللي في النص عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، يعني 3 اعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. دي كده الزاوية الثابتة معاكي. فانت هتكرري من اول العمود، وهيبقى عندك بقى ده 5 من ال2 سلسلة عمود، وبعد كده هيبقى عندك 4 اعمدة، وهيتكرري الجزء ده كده لحد ايه ما توصلي للعمود، يعني هيبقى عندك الجزء ده كده متكرر 4 مرات، وهيقفل معاكي السطر في نص الربع. اخر السطر التاسع، بعد ما اشتغلتي ال4 اعمدة هتشتغلي 3 سلاسل، وهتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي غرزة حشو، وتلات سلاسل، وهتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تقفلي بمنظرك. كده انت خلصتي وكملتي الجزء الرابع اللي احنا كنا بنبتدي فيه في كل اول سطر، وده كده شكل السطر عندك، وده كده شكل الجزء عندك. السطر العاشر هتشتغلي 4 اعمدة برضو فوق كل عمود، هتشتغلي عمود، فانت هترتفعي 3 سلاسل اللي بنعتبرهم عمود، وهتشتغلي على كل عمود من التلاتة عمود. كده بقى عندك 4 اعمدة ماشيين فوق ال4 اعمدة اللي تحت. هتشتغلي بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وال5 سلاسل دول هتعدي كده من فوق ال3 سلاسل حشو 3 سلاسل، وهتبدأي هنا تشتغلي على كل عمود من الـ4 دول هتشتغلي عمود. كده 2
تلاتة أربعة، وهنا هنشتغل 7 أعمدة. فانت هتدخلي جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، فكده بقى عندك 6 أعمدة، وهتشتغلي على العمود عمود، فكده بقى 7 أعمدة. يعني بعد ال5 سلاسل في 7 أعمدة بالطريقة اللي اشتغلتيها دي. هتشتغلي بعدهم سلسلتين عمود بنفس الطريقة، فهتشتغلي سلسلتين وهتشتغلي عمود على العمود وسلسلتين وعمود على العمود اللي بعده وسلسلتين وعمود على العمود اللي بعده، وبرضه هنا هيبقى عندك 5 من السلسلتين. على الزاوية هتشتغلي الزاوية اللي هي 3 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. اشتغلنا كده عمود سلسلتين كده عمودين سلسلتين وكده التلت. ولما هتيجي تعدي هتلاقي عندك من بعد ال7 أعمدة عندك 1 2 3 4 5، 5 من ال2 سلسلة عمود، واخر عمود اللي هو تاني عمود من الزاوية. يبقى برضو الجزء اللي هيتكرر عندنا ابتداء من العمود اللي في النص ده، عشان يبقى عندك 5 سلاسل، 5 من ال2 سلسلة بعده. هتشتغلي كده، دي كانت اول واحدة، فانت هتشتغلي بعد كده سلسلتين وعمود على العمود، ودول السلسلتين رقم 2، وسلسلتين وعمود على العمود دول رقم 3، سلسلتين عمود على العمود دول رقم 4، وسلسلتين وعمود على العمود ودول ايه تاني سلسلتين رقم 5. يعني السلسلتين رقم 5، 1 2 3 4 5. هنا هتشتغلي 7 أعمدة، فده أول عمود منهم، وهتشتغلي على السلسلتين عمودين وعلى كل عمود من ال4 عمود، فكده هيبقى عندك 7 أعمدة. على كل عمود بتشتغلي عمود، ده كده الشكل 7 أعمدة. هتشتغلي ال5 أعمدة اللي بيعدوا من فوق السلاسل، فهتشتغلي 1 2 3 4 5. وهنا هتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود، 1 2 3 4. وده الجزء اللي احنا كنا بدأنا بيه المفرش، ان احنا بدأنا اشتغلنا ال4 أعمدة دول. هتشتغلي بعدهم ايه 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتشتغلي 7 أعمدة بدايتهم على اول عمود من ال4، وهتشتغلي على كل عمود عمود، فكده هيبقى عندك 4 أعمدة. وعلى السلسلتين رقم 1 اللي هما بعد الأعمدة على طول، هتشتغلي عمودين وعمود على العمود، فكده بقى عندك 7 أعمدة. يعني ماشي عندك السطر 5 من ال2 سلسلة عمود، وبعد كده 7 أعمدة، 5 سلاسل، 4 أعمدة، ودول اللي بيبقوا في النص، وبعدين 5 سلاسل وبيتكرر عندك، فبيبقى عندك 5 سلاسل و7 أعمدة. هنا بقى اللي فاضل ان احنا هنشتغل سلسلتين، وهنشتغل على العمود عمود وسلسلتين وعلى العمود عمود وسلسلتين وعلى العمود عمود. جت الزاوية انا بشتغلها معاكي برضه عشان ايه ما تتلخبطيش وتروحي ماشية من غير ما تشتغلي على العمود اللي في النص 3 أعمدة، وكده يبوظ معاكي بقى بعد كده. تمام، فانت كده اللي هتكرريه اهو، ان انت عندك قبل ال7 أعمدة دول 5 من ال2 سلسلة عمود، وبعدها برضو في 1 2 3 4 5، وبعدين بتلاقي العمود بتاع الزاوية. ده الجزء كده اللي هيتكرر معاكي، هتكرري فيه لحد اخر السطر، اخر السطر العاشر. بعد ما اشتغلتي ال7 أعمدة هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وكده خلص معانا الجزء الاخير. كملني. تمام، ده كده شكل السطر العاشر عندك، ومظبوط زي ما انتي شايفاه. السطر ال11 احنا المفروض بنشتغل على اول عمود حشو، وبعدين 5 سلاسل وحشو على العمود الرابع. فانتي هنا هترتفعي سلسلة، وهنيجي نقفل فيها في اخر السطر، وهتبان غرزة حشو. هتشتغلي بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتدخلي على رابع عمود اللي هو اخر عمود في الاربعة يعني، وهتشتغلي عليه حشو. بعده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، هتاخدي لفة على الابرة. واحنا هنا هنشتغل 4 أعمدة، اول عمود منهم على تالت سلسلة، هتعدي سلسلة 2، وهتدخلي جوه التالتة عشان يبقى الشغل معاكي مظبوط. فهتشتغلي على السلاسل، هتشتغلي اول عمود على اول
على تالت سلسلة، والتاني على ربع سلسلة، والتالت على خامس سلسلة، والرابع على العمود. يبقى انت كده اشتغلتي 4 أعمدة. هتشتغلي 3 سلاسل، وهتعدي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي غرزة حشو، و3 سلاسل، 1 2 3، وهنا برضو هنشتغل 4 أعمدة. هتعدي عمود 2، وهتبتدي تشتغلي في أول عمود من الأربعة على آخر عمود، وهتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، فكده بقى هو 3، وهتشتغلي على العمود عمود، كده بقى 4 أعمدة. هنا هتبتدي برضو يبقى عندك 5 من ال2 سلاسل عمود، هتشتغلي سلسلتين وعمود على العمود، وسلسلتين وعمود على العمود اللي بعده، سلسلتين وعمود على العمود، وسلسلتين، وعلى العمود اللي في النص هتشتغلي الزاوية اللي هي عمود وسلسلتين وعمود وسلسلتين وعمود. فبقى عندك من الاربع، من اول ال4 أعمدة لحد تاني عمود في الزاوية، بقى عندك 1 2 3 4 5، 5 من ال2 سلسلة عمود. وهنا برضو هتكرري التكرار، هيبقى من اول تاني عمود في الزاوية عشان يطلع عندك قبله في 5 من ال2 سلسلة عمود، وبعده برضو نفس الحكاية. بعد كده هتشتغلي 2 سلسلة، 1 2، ودول يعتبروا تاني 2 سلسلة بعد العمود. هتدخلي تشتغلي على العمود عمود وسلسلتين، ودول تالت 2 سلسلة برضو، وهتشتغلي عمود على العمود سلسلتين، دول كده الرقم 4، وعمود سلسلتين، ودول كده رقم 5. فانت لما هيبقوا رقم 5 هتشتغلي 4 أعمدة، اول عمود منهم على العمود، وكده فاضل لك سلسلتين تحت، يبقى كده انت ماشيه صح. هتدخلي جواهم وهتشتغلي عمودين، وعلى العمود هتشتغلي عمود، فبقى كده بقى عندك 4 أعمدة. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي حشو، و3 سلاسل، وهنا برضو هنشتغل 4 أعمدة، اول عمود منهم على تالت عمود، وهتشتغلي 3 أعمدة على السلاسل، على اول سلسلة هتقابلك، وعلى التانية، وعلى التالتة. فانت كده اشتغلتي 4 أعمدة. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، واحنا كده وصلنا للجزء اللي احنا كنا بدأنا بيه السطر، اللي لما قلت لك هنا هيبقى فيه غرزة حشو هنرتفع بدلها سلسلة. فانت هنا بتشتغلي غرزة حشو و5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتشتغلي غرزة حشو على ربع عمود. وهنا هنكرر اللي احنا بدأناه في اول السطر، فهنشتغله معاكي بسرعة. هتشتغلي 3 أعمدة، وهتعدي سلسلة 2، وعلى التالتة هتبدأي تشتغلي عمود على ال3 سلاسل، 1 2 3، وعلى العمود هتشتغلي عمود، فكده بقى عندك 4 أعمدة. هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، وهتعدي كده عمود 2، وعلى التالت هتشتغلي حشو و3 سلاسل، وهتعدي عمود 2، وعلى التالت هتبدأي تشتغلي في ال4 أعمدة. ده أول عمود منهم، وهتشتغلي 2 جوه السلسلتين، وهتشتغلي 1 على العمود. ده كده بقى الشكل عندك. بقى عندك قبل ال5 سلاسل في 2 من ال4 أعمدة، وبعد ال5 سلاسل في 2 من ال4 أعمدة. هنا هتشتغلي بقى ايه اللي هما 2 من ال5 سلاسل، فهتشتغلي سلسلتين وعمود وسلسلتين رقم 2، وعمود وسلسلتين رقم 3، وعمود وسلسلتين رقم 4، واول عمود في الزاوية. بعده هتشتغلي الزاوية بقى عشان برضو ايه ما سكيش تروحي ناسية حاجة. الزاوية اللي هي عبارة عن عمودين سلسلتين متكررين 3 مرات، وهتكملي بنفس الطريقة اللي هي ان انتي هتشتغلي من اول العمود اللي في النص ده لحد العمود اللي في النص ده. هتشتغلي كده الجزء اللي انا اشتغلته معاكي دلوقتي وعلمتلك عليه، وقلتلك من اول العمود اللي في النص من 3 أعمدة
لحد ما توصلي للسلسلتين اللي قبل العمود في النص. هتكملي بقى بنفس الطريقة وفي الاخر هيقفل بس معاكي السطر. اخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي الاربع اعمدة عمود على عمود وعلى كل سلسلة من التلاتة عمود هتشتغلي تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهتدخلي جوه اول سلسلة اللي قلنا هنقفل فيها وتبان معانا غرزة حشو، وهتقفلي كده بمنزلقة وهتبان معاكي غرزة حشو. ده كده شكل السطر ال11 معاكي. السطر ال12 هنشتغل جوه السلاسل خمسة عمود بلفتين ما بين كل عمود وعمود سلسلة، فانت هترتفعي في الاول اربع سلاسل ودول هتعتبريهم اول عمود بلفتين، وهتشتغلي سلسلة ودي الفرق بين العمود والعمود اللي بعده، وهتدخلي تشتغلي كده يعتبر تاني عمود بلفتين، والعمود بلفتين بناخد عدد لفته على ثلاث مرات كل لفتين مع بعض، هتشتغلي سلسلة وتاخدي لفتين على الابرة وتشتغلي تاني عمود كده يعتبر ده التالت، سلسلة وتشتغلي كده بقى ايه يعتبر الربع، وسلسلة وتشتغلي خامس عمود بلفتين. ده كده الشكل عندك، اشتغلتي خمسة عمود بلفتين ما بين كل عمود وعمود سلسلة جوه الخمس سلاسل، يعني لما هيتكرر معاكي هيبقى جوه الخمس سلاسل. هتشتغلي على طول كده مفيش سلاسل ولا حاجة، هتشتغلي على الأربع أعمدة أربع أعمدة، على كل عمود هتشتغلي عليه عمود، بعد الأربع أعمدة هتشتغلي خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس سلاسل هيعدوا من فوق السلاسل حشو، وهتشتغلي على الأربع أعمدة دول هنخليهم سبع أعمدة، هتشتغلي على كل عمود عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة، اشتغلتي على الأربع أعمدة أربع أعمدة عشان نكملهم سبعة، هتشتغلي على السلسلتين هتشتغلي عمودين، وعلى العمود هتشتغلي عمود، فكده بقى عندك زي ما انتي شايفة كده سبع أعمدة. هنا بقى هيبقى الجزء اللي بيتكرر معانا على طول اللي هو هيبقى عندك خمسة من الاتنين سلسلة، اشتغلي سلسلتين عمود وسلسلتين اللي رقم اتنين وعمود، سلسلتين رقم تلاتة وعمود، سلسلتين رقم اربعة وعمود، وكده احنا وصلنا للزاوية، فهنشتغله سلسلتين اللي هم رقم خمسة، والعمود ده هو العمود اللي في النص عندك في الزاوية. بعده هتشتغلي التكرار بقى ان انت هتكرري من اول العمود ده، فهتشتغلي على العمود تالت عمود، ودي كده الزاوية عندك، وكده دي بداية الاول اتنين من الخمس اتنينات، يعني من خمسة اتنين سلسلة، هتشتغلي كده رقم اتنين سلسلتين عمود، كده تلاتة سلسلتين عمود، اربعة، انتي هنا كده متعودة على اللي انا بشتغله ده تحت، يعني ده مش حاجة ايه صعبة عليكي، هتشتغلي كده وبقوا كده رقم خمس بقى عندك اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. هنا هتشتغلي وهتخليهم سبع اعمدة، هتشتغلي ده اول عمود من السبعة، هتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، وعلى كل عمود من الاربعة هتشتغلي عمود، فكده هيبقى عندك سبع اعمدة. تمام، يعني انت الجزء اللي هيتكرر عندك من اول العمود اللي في النص ده. بعد كده بتشتغلي خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس، وعلى الاربع اعمدة هتعدي كده وتشتغلي على الاربع اعمدة على كل عمود هتشتغلي عليه عمود، كده اتنين كده تلاتة كده اربعة. انت لو خدتي بالك هتلاقي الجزء ده لما بنيجي نشتغله هو هو الجزء اللي احنا كنا بدأنا بيه اول السطر، فانت هنا وصلتي للجزء اللي في النص اللي هتشتغلي عليه الخمسة عمود بلفتين، هتدخلي كده وهتشتغلي خمسة عمود بلفتين ما بين كل عمود وعمود سلسلة، ده كده التاني سلسلة، التالت وسلسلة، والرابع سلسلة، والخامس. بعد ما اشتغلتي الخمس أعمدة بلفتين ما بين كل عمود وعمود سلسلة بتروحي على طول كده بتشتغلي على الأربع أعمدة أربع أعمدة، يعني ما بتشتغليش سلاسل ولا حاجة، كده اتنين تلاتة أربعة وخمس سلاسل زي ما اشتغلنا لما بدأنا السطر. هتشتغلي بقى هو هو بالظبط كده، هتشتغلي خمس سلاسل وبعدهم هتشتغلي السبع أعمدة، هتشتغلي
أربعة على كل عمود عمود، وهتشتغلي تلاتة منهم اتنين جوه السلسلتين وواحد على العمود. وده كده الشكل عندك، وزي ما انت شايفة كده اللي قبل الخمس أعمدة هما هما اللي بعد الخمس أعمدة، يعني قبلها أربع أعمدة اهو، بعد أربع أعمدة ونفس الموضوع. هتشتغلي سلسلتين وهتشتغلي بقى ايه الخمسة من السلسلتين دي كده، اتنين وسلسلتين وعمود وسلسلتين وعمود وسلسلتين، وهنا هتشتغلي الزاوية اللي هي سلسلتين عمودين سلسلتين عمود سلسلتين عمود، يعني العمود عندك متكرر 3 مرات. فانت اللي هتكرريه زي ما قلت لك كده، هتكرري من اول العمود اللي بعده هيبقى عندك 5 من الـ2 سلسلة لحد العمود ده. انت لما هتكرري هتلاقي نفسك فهمتيها لوحدك. اخر السطر الـ12 بعد ما اشتغلتي الـ4 أعمدة فوق الـ4 أعمدة هتدخلي على طول كده على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفليه بمنظلك. وده كده هيبقى شكل السطر الـ12 معاكي. كده احنا اشتغلنا لحد السطر الـ12، بس انا لقيت الفيديو هيبقى طويل جدا وهيبقى صعب تحميله، فهنزله على جزئين. فانت ان شاء الله هتشتغلي في الجزء ده، وانا بكره بالكتير هكون منزله الجزء التاني، لان الحمد لله كده كده انا خلصت المفرش زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو. تمام، دلوقتي هسيبكم تشتغلوا في المفرش، وان شاء الله نتقابل في الجزء التاني. ولحد ما نتقابل هسيبكم في رعايه الله، وربنا يوفقكم جميعا باذن الله.